يلي قاعد يأجر، يلي قاعد يأجر كشته، يلي قاعد يدور مكان يستانس فيه، لا طوفة. كارفان مرتب، ترتيب جميل أوروبي، أفنتج أبي، البادي 20 قدم. بالخلف هني في مخزن جدا روعة. هذا السرير ترفعه ويصير عندك هني مخزن طويل تحط فيه سيكل صغير، قاري، بايسيكل، اللي تسميه، ماكينة كهرباء، شنو ما تبي تقدر تستخدم. مخزن جدا مفيد. مكرم السامع، خزان مجاري مسوي له فتحة خارجية مباشرة، ممكن تركب هني هوز وتفضي بالخارج بخزان أكبر. مخزن الأمامي والغاز محول إلى غاز كويتي. شبابيك كلهم سليمة، جيكات 4 والأمامي 5 كلهم سليمين. الباب ينقسم قسمين، إذا عندك طفل وتبي تخلي الباب اللي فوق مفتوح تقدر، هذه تفصل الباب من المسكة ونقدر نخلي الباب مسكر بالطريقة هذه، فتستخدم الباب اللي فوق كأنها شباك. طبعا تقول ممكن في حشرات، لا مو مع الأوروبي، مع الأوروبي تقدر تسكره بالشبك هذا. جميل جدا جميل. الشبك طبعا كامل، تبي تستخدمه مشروع خاص تقدر، تبي تطلع فيه تقدر، تستانس فيه تقدر، أجار تقدر، شنو ما تبي ينفع. أول ما ندش على اليمين في سريرين فوق بعض، هني كان المخزن، هذا السرير ارتفع وعندك هني باب. شوف الروعة، حتى هني عندك مخزن وعندك هني مخزن بعد عند الطاولة عند الباب الطاولة الطعام. السرير يصير كحاجز له ستارة بالطريقة هذه، وهم في ستارة حق السرير اللي تحت. يمكن الستارة ما تعني لك شيء أو السراير هذه ما تعني لك شيء، ولكن إذا كان عندك أطفال راح جدا يستمتعون بهالمكان هذا، كيصير لهم كبيت، كمكان خاص لهم، كوخ لهم. هذا خزان الماي تقدر تحطه برا مع مضخة. هني عندك المرحاض الأوروبي وعندك هني المغسلة. من وصل من أوروبا وهو فيها الأرضية هذه، الأرضية للحينها نظيفة جدا. طاولة الطعام التحول سرير فوق بعض، سريرين فوق بعض، سرير وفوق سرير، يعني عندك الحني طاولة الطعام تحول إلى سراير، وعندك هني بالخلف سريرين فوق بعض، هذيل 4 نايمين مرتاحين. الكبار يقدرون ياخذون راحتهم بالأمام. الغنفة هذه حاليا تكفي 4 أشخاص مرتاحين، وهم تقدر تحولها إلى سرير. المنور اللي فوق مع الجو الحلو، منور يرد الروح، في شبك تور إذا تبي عن الحشرات، وعندك شبك ثاني، وعندك الستارة الحاجز هذا الثاني عن الشمس والحرارة. الشبابيك كلهم سليمين مع الأذرعة مع المسكات، مريح جدا. سماعات، عندك المخازن هذه كل مكان، جميل بمعنى الكلمة. هذه المسجل. المطبخ، المطبخ راهي، عندك الشولة هني هالصوب، وعندك هني المغسلة بطريقة هذه، خلاط ماي حار وبارد، وعندك هذه الشولة كبيرة على كهرباء أو غاز، وعندك فرن، وعندك ثلاجة، مخازن، أدراج، ومخزن الدفاية على الغاز، وعندك هني كبت ملابس راهي. هالصوب عندك هم كبت، مكان هذا تقدر تحط فيه التلفزيون. فليش أقول أنا هذا لا يطوفك؟ أول شيء أوروبي خفيف، أي سيارة تقدر تسحبه، موديل 2004 ولكن جدا جدا نظيف. شبابيك، الستاير، البادي، الكهرباء، يشيل
ست أشخاص، اثنين كبار نايمين هني مرتاحين، وعندك اثنين ممكن ينامون فوق بعض هني صغار، واللي أكبر ممكن ينامون بالخلف بالسراير فوق بعض. معك الحمام، معك خزان الماء، المطبخ والشولة، عندك المروحة هني على الكهرباء. يعني باختصار 20 غدم 2004 نظيف بمعنى الكلمة، مباقي إلا أنك تستانس، غير جوك، لا تحبس نفسك. اي نعم الكشتة تونس، ولكن الكشتة بالكرفان لها طعم ثاني. واللي أهم من هذا كله على حجمه ونظافته وسعره ما يتطوف. والله يبارك باللي يكتب له نصيب.